إذا ما حبيت الرسول بعد هالكلام بعد هالحديث هذا راجع نفسك. فجلس يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله له جبريل وهو أعلم، قال اسأله ما الذي يبكيك يا محمد، وش يبكيك؟ قال أبكي على أمتي، خائف عليهم من النار. قال اذهب إليه وقل إن الله لن يسوءك يا محمد في أمتك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يشوف الناس اللي دخلت النار، يعني هو دخل المؤمنين إلى الجنة وشفع للناس كلها يوم القيامة، ودخل المؤمنين للجنة وطق باب الجنة وفتح له باب الجنة، ومن اتبعك دخل الجنة، من عصاك دخل النار. يا رب وش فيك يا محمد؟ إن من أمتي من أدخلته النار، ويسجد ويطلب ربه. قال قم يا محمد، عدد من المعاصي، قال فأخرجهم من النار، يقول فذهبت فأخرجتهم من النار. ثم جلس مرة ثانية يسجد ويبكي، قال يا رب إن من أمتي من دخل في النار، اذهب وأخرج كل من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. يقول فذهب فأخرجهم، ثم سجد الثالثة إلى 6 أو 5 مرات. تخيل يشفع لأهل النار حتى يقول يا محمد اذهب وأخرج من النار كل من كان في قلبه لا إله إلا الله، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له رب العالمين ها هل رضيت؟ قال نعم يا رب.